مساء الخير. اليوم بسوي لكم شيش طاووق. مكوناتها هذه الفلفل الرومي والبصل، وهنا الدجاج بهرتها بهارات المشاوي وبودرة الثوم وبهارات الليمون وملح فلفل أسود، وبضيف عليها شوية زبادي واتركها لمدة ساعتين أو ثلاث، بعدين أبدأ في أشتغل فيها. ممكن نضيف زبادي بدل اللبن. الحين بعد ما تنقع هذا كم ساعة في الثلاجة، عندي هنا أعواد خشب نقعتها في موية باردة عشان ما تحترق. ناخذ من اللحمة كذا، نخليها بالطول أحسن. ناخذ حبة فلفل، واحد بصل، ونكرر العملية لين نعبي السيخ بالشكل هذا. نحط في الراس فوق طماطم كرزية، أعلى شيء خليها أعلى شيء، هي يكون كده الصيح بالشكل هذا. الحين عندي هنا صاج حق الشوي، أحط فيه شوية زيت بس كده، أمسح فيه الزيت، ما أحط زيت كثير، وأسخنه، لازم يكون ساخن، وأحط أطيب الحين قبل ما في الدقائق الأخيرة من الاستواء، أضيف عندي هنا صلصة بابريكا وصلصة فلفل رومي، ودهن بها الدجاج بالشكل هذا. تعطي نكهة وتعطي طعم حلو، تعطي لون برضه شوي. هنا من الجهتين مو من جهة واحدة، يعني اقلب كذا ودهن مرة ثانية. وتتقدم مع رز أو مع طحينة وخبز، تقدم بالطريقة اللي تعجبكم، وبالعافية.